مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاذ الاهلي. يعني لازم ابدا واقول يعني مع الف الف سلامه يا عم حسين يا عفيفي، الله يرحمك ويحسن اليك. كان رمز من رموز التشجيع في النادي الاهلي وعلم الكثير كيف يشجعون النادي الاهلي بقيمته وقامته الكبيره جدا. عم حسين كان حاجه يعني جميله جدا، كل الاجيال تفتكر عم حسين، كل النجوم الكبار نعت عم حسين. للاسف الشديد الفريق كان مسافر النهارده فما قدرش يحضر الجنازه، لكن راح الجنازه النجم الكبير اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ايضا الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق، وايضا الاستاذ أيمن بدرة الصحفي الكبير. يعني مرة تانية الله يرحمك يا عم حسين، يعني كلام كتير عايز أقول، لكن كل النجوم يعني بتدعي لك بالرحمة بتدعي لك بالمغفرة. ده طبعا قدام حضراتكم صور للراحل عم حسين اللي كان يعني رمز من رموز التشجيع للنادي الأهلي. ألف رحمة ونور عليك وربنا يتقبلك إن شاء الله القبول الصالح وإن شاء الله في الجنة يا عم حسين ونعمها. طيب نشوف النجوم بتوعنا قالوا إيه على عم حسين في نعيه. النجم رمضان صبحي قال عم حسين مدرسة أنا تربيت فيها واتخرجت منها وهتفضل عايشة جوانا. ده كان كلام النجم رمضان صبحي النجم الأهلي ونجم مصر. النجم سعد سمير نجم الأهلي الحالي قال علمت أجيال التشجيع يا رمز جمهور الأهلي، شكرا عم حسين. أو دي كانت اللي كاتبينها جمهور الأهلي لعم حسين، وسعد سمير اكتفى بهذه المقولة. النجم وائل جمعة نجم مصر ونجم الأهلي السابق قال البقاء لله في وفاة الرجل المخلص، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أمين. ايضا نجم الاهلي ونجم مصر الكابتن سيد معوض، ربنا يرحمك يا عم حسين ويغفر لك ويجعلك من اهل الجنه. النجم الكبير عماد متعب نعى عم حسين وقال ان شاء الله هنفرحك يوم السبت يا عم حسين. الله يا عماد، الله يعني والله العظيم جسمي اشعر، يا رب يا رب يبقى احلى حاجه بتقدمها لجمهور الاهلي ولهذا الرمز يعني في التشجيع. ايضا نجم مصر النجم الكبير ومعشوق القلوب الأهلوية النجم الكبير محمد أبو تريكة قال عم حسين رمز من رموز جماهير الأهلي العظيمة، كان وراء الأهلي في كل مكان، رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته. دي كانت نجوم الأهلي يعني أو بعض من نجوم الأهلي ونجوم مصر. أكيد بعد ما الفريق يرجع إن شاء الله ويفرحنا إن شاء الله في المغرب ويجيب الكاس يا رب بإذن الله، إن شاء الله أكيد هيبقى في حاجة هيكرموا بيها هذا الرجل الجميل، هذا الرجل العظيم رمز من رموز تشجيع النادي الأهلي على مدار تاريخه. أيضا قلت لكم إن حضر الجنازة وخد كمان العزاء بإيده الكابتن محمود الخطيب، حاجة جميلة جدا. أعتقد كمان إن شاء الله إن شاء الله لما الفريق يجي والبعثة تيجي كلها إن شاء الله يعملوا حاجة يكرموا بيها هذا الراحل الكبير. يعني كان نفسي عم حسين تفضل لغاية لما تشوف الكاس، بس يعني ده يعني نصيب وده قدر، وإن شاء الله نفرحك بإذن الله. طيب أنا عايز أرحب الأول، يعني أنا مش عايز أعمل انترو كبير عشان معايا ضيوف النهاردة، عملنا كده حاجة إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله نكررها على طول. يعني إحنا شفنا شاب مهندس هاني أحمد، مهندس هاني أحمد مهندس منصورة عاشق كروي النادي الأهلي، بيعني بيتكلم كويس قوي في الكورة ممتع في تحليلاته الكروية، ده نموذج للشباب الأهلاوي نموذج للمشجع الأهلاوي. إن شاء الله نكررها كتير جدا، لكن هبدأ مع أو هبدأ في الاقتراح ده مع المهندس هاني أحمد إبراهيم. منور الدنيا. نورك يا كابتن، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. بالشكة دي الله يخليك. يعني قولي الأول إيه علاقة الهندسة بالكورة؟ يعني الفكر الدماغ انت لسه متخرج السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ السنه دي. جبت تقدير؟ اوعى. الحمد لله. تقدير كويس؟ طيب الحمد لله. يعني هاني خريج جامعه المنصوره كليه هندسه مش كده؟ تمام؟ تمام. قول لي بقى انت حبيت الكوره ازاي الاول؟ فكرك اتطور ازاي؟ بدات يعني تدخل في المجال باحترافيه وايه هدفك في الاخر؟ تمام. عيلتي كرويه اهلاويه متعصبه جدا. ده لازم ما كنتش جبتها كده. يعني اول مباراه احضرها للنادي الاهلي كانت 6-1. طب ده كلام بقى، انت جاي داخل سخن فينا كده. فتخيل بقى لما ابدا ب 6-1 حب النادي الاهلي يبقى ازاي؟ اول مباراه 6-1.
عشق طبعا فاكرها طبعا في تفاصيلها لحد دلوقتي. واهلي طبعا ربوني ان انا احب النادي الاهلي، كل حاجه تبقى في البيت اهلي، حاجه منها لدرجه ان انا اي حاجه ليها علاقه باللون الاحمر لازم. يعني احنا دايما بنقول الستة واحدة يا جماعه، احنا بننكش بس جماهير الزمالك، لكن طبعا هم ليهم كل الاحترام طبعا، ونفسنا طبعا الزمالك يرجع ان شاء الله، يرجع ويبقى منافس قوي النادي الاهلي تاني، لكن احنا بننكش يعني بنهزر مع بعض، لكن الموضوع في الاول وفي الاخر يا جماعه احنا بنهزر. يا جماعه انتوا لازم تجيبوا الاهداف يا احمد يا جماعه، ده كلام ماشي شفت. يلا رضا شحاته، بسم الله الرحمن الرحيم. رضا شحاته خلاص دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان علي معلول. كان علي معلول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، حد تاني يا رب يوم ان شاء الله الماتش الجاي جونيور اجاي ان شاء الله. ان شاء الله جونيور اجاي ان شاء الله يا رب هاني. ده انا بص مش عايز اقول لك اعمل لك ايه ان شاء الله، يعني مش عايز اقول لك اعمل لك ايه ان شاء الله يا جماعه. يبقى في مفاجآت كده، الاهلي يكسب ان شاء الله، وقلت لكم ان انا هجيب لكم تيشرتات زي ما انتم عايزين، وهجيبها لكم كمان بالنجوم وامضتهم وارقامهم ان شاء الله. ان شاء الله اجيب لكم اكبر قدر من التيشرتات ان شاء الله، برضو هنعمل مسابقه وهنعلن عليها، بس يا رب يا رب كده يفرحونا بالرجوع بالكاس. هعتبركم الجمهور، حد بصوا على طول سفاحين معايا في القناه. كمل اتفضل. احنا قلنا حبيت الاهلي قوي، اول مباراه الاهلي 6-1، عيلتك اهلاويه كلها، البيت كله طبعًا احمر في احمر طبعا، حاجه جميله. بدات بقى تحب الكوره ازاي؟ ان انت تكتب فيها وتشوف افكار ونظريات. من وانا عندي 9 سنين تمام، يعني اللي كان حاببني اتابع واتفرج واتابع احفظ اسماء اللعيبه وارقامهم كان يورو 2004 هي اللي شدتني. انت كمان ليك في الاوروبي، الكره الاوروبيه جدا. مين بقى معشوقك في الكره الاوروبيه؟ مفيش صراحه، مفيش. النادي الاهلي بس، النادي الاهلي بس. طب مين معشوقك في المدربين؟ بيب جوارديولا. جوارديولا طبعا. طب حاجه غير خريطه الكوره تماما، حتى كمان الكره الانجليزيه اللي هي الشهيره جدا، اللي هو يقول لك نلعب واحده طويله ونبدا نلعب بقى من فوق، لا دلوقتي كله بيتغير له، وكله الكره الاسبانيه اتغيرت. الكره الالمانيه الصحفي في المؤتمر مع مباراه نابولي في دوري الابطال اخر مباراه بينهم، قال له ليه ما بتلعبش كره؟ قال له بنفس السرعه اللي هتلعب بيها كره طويله هترجع ليك بنفس السرعه. فكان يعني نفس السرعه الكره راح بيها كره هترجع، لو لعبت كره طويله بنفس السرعه هترجع لك تاني على طول. تمام. بدات تكتب بقى عن الكوره وافكار الكوره وتبدا تنتقد وتبدا تشوف طرق. يعني حبيت الكوره من وانا في المدرسه، لدرجه ان هو انا مسكت الانشطه الرياضيه في المدرسه ومدرب منتخب المدرسه، عملت كتاب صغير كده بشرح فيه طرق اللعب فعلا في المدرسه. بس راح مني طبعا، كنت عامله كده حاجه بسيطه. تمام. لما دخلت الكليه قلت خلاص اهتم بال طبعا بالجامعه والدراسه بتاعتي، لحد اخر سنتين في الدراسه قلت ارجع تاني اجرب واكتب. يعني انا شفت ناس كتير بتكتب على الفيس وبتحلل، فقلت بصراحه انا يعني مش اقل منهم، عندي ان انا اقدم حاجه اكتر. بدات اكتب بقى واحده واحده. الموضوع بدا حلو قوي ان الشباب بدات تكتب هاني عن الكوره، لكن طبعا في كتابات يا جماعه بيبقى فيها اوفر شويه، يعني في ناس مأفوره شويه، في ناس بتتكلم بموضوعها جدا. عشان كده انا بدات افكر، او القناه عموما بدات تفكر ان احنا نجيب مثل هؤلاء الشباب بحيث ان هم يورونا ايه افكارهم ويورونا النقاط اللي هم بيجمعوها، ونشوف هل الكلام ده فعلا منطقي، يعني كتشجيع للشباب والشباب الرياضي جدا كمان. كمان الشباب اللي عنده مستقبل، الشباب يعني ما شاء الله هاني ما شاء الله مهندس، يعني حاجه جميله جدا انت تبقى مهندس، كليه صعبه جدا، كليه انت تتفوق فيها صعبه جدا، وكمان يعني بيتكلم في الكوره. هنشوف دلوقتي، احنا لسه هنحكم عليه. هنشوف. قول لي، شفت نبدا معاك بالجمهور امبارح؟ شفت النقطه قبل الجمهور النادي الاهلي؟ ردا على ان انا قدام شايف ايه؟ كان احد الاصدقاء قال لي نحضر مباراه الاهلي والقطن في الاستاد. قلت له انا مش هدخل استاد النادي الاهلي الا وانا واقف على الخط كمدرب للنادي الاهلي. الله الله، انت داخل كده، فده اللي انا شايفه قدام ان شاء الله. ده انت داخل كده طماع جدا بصراحه. يا رب يا رب نشوفك ونشوف كل الشباب كده عندها طموح حلو جدا. طموح مطلوب طبعا، حتى يعني لو بتحلم تمرن بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، الطموح حق لكل حد، بس ان انت بتوصل له هو ده الصعب، ده محتاج تعب ومحتاج صبر. مجهود وصبر طبعا معاك. قول لي بقى، شفت الجمهور امبارح ازاي؟ حاجه رهيبه ومش جديده. يعني احنا اتعودنا على كده على طول. يعني لو التدريب كل يوم وفي ماتشات كل يوم نفس العدد ده هنشوفه على طول. حلو. جمهور النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه بصراحه، يعني جمهور قدامك اهو. حاجه حاجه جميله. كان جمهور يفرح ان ده يحصل. ولعيبه النادي الاهلي تخش وسطهم بامان جدا، بالظبط مفيش اي حاجه تحصل، ويدعموهم.
هو ده جمهور الاهلي مش هو ده مش جديد عليهم مش بطولات مش جديد على جمهور الاهلي بالظبط انت قلت مش جديد ولو في تمرين كل يوم يعني الاول حد يعتقد او يشوف الصوره دي يقول لك دي ثوره في حاجه مش طبيعيه لا ده جمهور النادي الاهلي يا جماعه او بنحتفل بالبطوله ودوت لسه كان نفسك تبقى موجود بصراحه كان نفسي كل الاهلاويه يبقوا موجودين امبارح هو طبعا التمرين اتلغى واحنا يعني كنا نفسنا التمرين يبقى في وسط اللعيبه دي عشان يبقى يعني والتمرين برضه يعني كان ما كانش حاجه مهمه عشان الماتش الناس خافوا يعني. على الجمهور قول لي بقى تعالى ندخل بقى في الفنيات قول لي بقى شفت مباراه الاهلي والوداد طلعت بيها بايه تمام لو بدانا باول 13 دقيقه بالظبط في المباراه هي تكرار اللي حصل في مباراه الاهلي والنجم الساحلي تمام كان يقدر النادي الاهلي يخلص المباراه من بدري جبنا الهدف الاولاني ضيعنا الثاني اللي بعده كره على منطقه لعبد الله السعيد وجت على شماله ما ظبطتش بعدها الاجاييه يعني كان سيناريو المباراه يتكرر حتى لحسين عموته بعد المباراه قال انا كنت خايف سيناريو مباراه النجم الساحلي يتكرر ثاني للاسف هم جابوا هدف التعادل بعد كده بدات المباراه تاخد طابع الريتم يقل وداد خلص مش عايز حاجه اكتر من كده واحد واحد ايجابيه جدا بالنسبه له طبعا حلم أرضه. بالنسبه له طبعا قدام النادي الاهلي بعد ما كان ممكن يطلع بثلاث اهداف في اول ربع ساعه بقى متعادل 1-1 بقينا نشوف ان هم بيلعبوا بسته ورا ثلاثه في النص واحد قدام بيلعب على المرتدات النادي الاهلي بدا يفتح خطوطه ويهاجم ويدخل بدانا نكتر عرضيات شويه نلعب عرضيات كتير بس ما كانتش فايده شويه يعني انا شايف ان احنا كان ممكن نركز على العمق اكتر لان هي دي نقطه ضعفهم يعني حوالي 45 بالعمق ازاي وانت عندك ست لعيبه اساسا واقفين لك في العمق؟ احنا لعبنا حوالي 45 عرضيه في المباراه. ما استفدناش بيها في حاجه. بالظبط. ما هدف. تمام؟ كان الحل اللي انا كنت شايفه وتكررت مره واثنين وثلاثه ان في اكتر من لاعب في النادي الاهلي او لاعب او اثنين على حدود ال 18 وداخل ال 18 لما الكروس بيتلعب كان حد يسند لبره. حصلت مع عبد الله السعيد وضيعها في اول مباراه في الدقيقه 80 لوليد ازارو لعبها براسه على الجون كان ممكن يريحها لبره كانت ممكن تخش جون كانت هتفرق معانا جدا جدا ممكن ست لاعبين بتوع الوداد البيضاوي اللي كانوا متمركزين كان بدون على فكره ثبات يعني مش تمركز مثالي هما سته هما زحمه كانت عاديه بس في المنطقه لكن كمثالي واحد مع واحد هو واقف مدي ظهره مش شايف مين وراه دي كانت تفرق معايا جدا ان احنا ممكن نستغل الاطراف بتوعنا عادي بس ما نلعب بدل ما نلعب عرضيات احنا نرجع بالكوره تاني نوسع الملعب بيهم يعني انا لما امسك معايا ده اسلوب جوردولا انت جوردولا مسيطر على الملعب لما امسك ظهير بظهير ووسع الملعب انا بفتح مساحات هو جوردولا بيعمل كده دايما عشان يوسع المساحات عشان يفك التكتل اللي هو في العمق الدفاعي يبدا يطلع واحد على الطرف اثنين على الطرف يبدا اربعه بس كده. بدل سته بدل ما احنا وفي على فكره في يعني لقطات كتير عملناها حلوه في مباراه النجم الساحلي كنا بنعمل كره على خط النص نرجع بيها تاني ويلعب بيها تاني لبره بالظبط كان في مساحات طبعا لكن الوداد البيضاوي ما سمحش طب تفتكر ان هو الاهلي استعجل شويه لما خدنا الجون الاول ده كانت صدمه للعيبه فحاولوا ان هم يهاجموا الوداد يمين وشمال عايزين شمال وبدل ما قلنا ايه المباراه ممكن تبقى زي النجم الساحلي فيلا نجيب تاني فالهدف شويه عمل صدمه لكن انت شايف الوداد فريق فعلا فريق تكتيكي؟ شايف ان عموته فعلا مدرب تكتيكي ولا هي الدنيا مشيت معاه كده؟ انت شفتها ازاي؟ هي ظروف مباراه. يعني زي مباراه النجم الساحلي بالظبط. يعني هو الخير في المباراه دي ان هو يطلع 1-1؟ هو كان لا 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 خالص. لكن زي ما تقول هو لعب عليها وخلاص ظروف المباراه خدمته ان هو يطلع ب1-1. لكن هل هو كان متفائل بكده؟ ما اعتقدش. اكيد طبعا. لا. ولا اقصد متفائل بتاعه ان هو يطلع 1-1 في قلب استاد البرج العرب مع النادي الاهلي اللي لسه كسبان 6. يعني اكيد طبعا الموضوع ده عمل له يعني ما كانش يحلم ان هو يطلع 1-1 لكن هل هو مدرب تكتيكي يعني هو ممكن يعمل او يخوفك في المغرب لا خالص حتى هو انا قريت له تصريح امبارح بيقول ان هو هيغير من تكتيكه واسلوبه قدام النادي الاهلي في العوده انا شايف ان ده تصريح لكن لا يمكن هيعمل مجرد تصريح هيعمل كده مش هيعمل كده صعب صعب يجازف قدام النادي الاهلي صحيح على ارضه لكن 1-1 تخوف ان اي تغيير يعمله او ان هو يحاول يفتح المباراه ما يامنش النادي الاهلي في المرتدات خصوصا النادي الاهلي كويس جدا في اللقطه ديت وشفنا اهداف النجم الساحلي اغلبها كلها كانت مرتده سريعه كرات مباشره في العمق خلاص خلصنا المباراه ده ايه اللي مخوفك هاني من فريق الوداد او ايه اللي انت شايفه ان هو يعني يمثل لنا عنصر خطوره او عناصر خطوره سواء كان في مباراه القاهره او مباراه الدار البيضاء ان شاء الله مرتدات
برضو. مرتدات والعرضيات بتاعتهم اكتر حاجه بينفذوها، نفسها كويس جدا. تمام، هي دي لعبتهم، اغلب اهدافهم عمل واحده وجابها جون، ده النط كان المطلوب. بس ومعمل واحده مش مهاره يا جماعه من فريق الوداد خالص، هو كان بصراحه سرحان مننا يعني. سعد سمير كان، محمد نجيب قابل متاخر شويه، لكن اللي حصل ظروف مباراه طبيعي تحصل، لكن هو فريق مش الفريق المرعب خالص، مش اللي اقوى كتير. طيب والنجم اقوى بكتير، النجم كان كويس يعني، ولعبت بره ارضك. بس ساعات الحظ يعني يقول لك مش عارف ايه، شطاره ولا مش عارف المثل، انا نسيت، اراده حظ ولا فدان شطاره، باين يعني مش كده صح؟ يعني هو الحظ لعب معاهم دور كبير جدا. هي كوره كده، خصوصا كوره كمان ازارو، الهدف اللي كان ممكن يقتل المباراه تماما، الهدف اللي ضيعه، الكره اللي جت في العارضه، ظروف مباراه كان تقتل المباراه تماما. ظروف مباراه انا شايف كده يعني، عشان كده مباراه العوده مش هتعمل ضغط كبير قوي لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا يرجعوا بالتعادل، طبيعي جدا. هم عليهم برضو واحد واحد صعبه، واحد واحد صعبه جدا. ان هم اي هدف للنادي الاهلي يربك حساباتهم تماما، هيضطر ان هو يفتح خطوطه. انا بتوقع ان هو مش هيبقى محافظ قوي كده في ماتش العوده الاهلي. الوداد الوداد هيحاول يفتح، هيحاول ممكن في اول مباراه يضغط عشان يخطف هدف. اعتقد كده. ده دي لقطات يا جماعه، الفريق قبل سفره للمغرب، ان شاء الله تسافروا بالسلامه وترجعوا لنا بالسلامه، بس ترجعوا وانتوا معاكم الكاس باذن الله. ان شاء الله. الطياره طبعا اتحركت الساعه 7 تماما. اتفضل يا كابتن هاني. يعني انت بتقول ان الوداد هيلعب بحرص، لكن مش بالحرص اللي لعب بيه هنا. لا، هو عليه ضغط جمهور وضغط ملعب، وطلبوا انه يكسب، بيلعب قدام جمهوره، عايز يخلص بدري عشان طول ما الوقت بيعدي بيه قدام النادي الاهلي. قول لي فكره عموما، هيبقى عامل ازاي في المغرب؟ يعني هيبدا المباراه ازاي؟ هيبقى في تحفظ؟ هيستنى النادي الاهلي يبادروا هجمات، ولا هو اللي هيبادر النادي الاهلي هجمات؟ هيستغل الضغط الجماهيري؟ ممكن هيستغل صحوه الجماهير؟ ممكن يستغل صحوه الجمهور القوي بتاع المغرب والاجواء بتاعت المباراه، ان هو في اول 10 دقايق ربع ساعه يحاول يضغط ويجيب جون ويهدي بيه المباراه وشكرا على كده. عمل كده في مباراه الاتحاد العاصمه، وعمل كده في مباراه سان داونز. انا متوقع ان هو ممكن يعمل كده، ان هو يتحفظ قدام النادي الاهلي شويه ويستنى النادي الاهلي يفتح خطوطه ويهاجم. اعتقد النادي الاهلي مش هيعمل كده. يعني طب قول لي، قول لي الاهلي ممكن يعمل ايه بقى؟ مش هنبدا ضغطين. انا شايف ان احنا ممكن نرجع الضغط شويه في نص الملعب، زي ما بنقول ضغط متوسط، ونحاول يعني نستدرجهم لنص ملعبنا عشان نفتح مساحات ورا، خصوصا ان احنا بنلعب على ملعب محمد الخامس دوت، في ملعب واسع كبير قريب شويه من برج العرب، ففي مساحات ممكن تحصل لو هم تقدموا. يعني فكره الكابتن حسام ان هو مش هيبدا بهجوم، مش هيبدا بضغط، مش هنضغط على الوداد. ما اعتقدش ان احنا ممكن نضغط، لا هنأجل الضغط شويه. يعني في 2012 الكابتن حسام فاجئنا بالضغط لما كسبنا وليد سليمان وجده، لو تفتكر. ما هي ظروف مباراه، والترجي كان في حاله غير، خلاص كاس معاه زي مباراه الصفاقس بالظبط، كاس معاه خلاص، هو جاي مباراه نفس الظروف متهيألي تقريبا. تمام، 1-1 في مصر نلعب العوده، ودي ثالث مره تحصل 1-1 في مصر، وهنلعب العوده في المغرب. الفرق المغربيه بتختلف على الفرق التونسيه؟ تختلف في ايه؟ شويه في حماس اكتر شويه، تحس ان هم حاميين شويه، دمهم حامي، الجمهور واللعيبه الاثنين. تمام، ودايما الفرق المغربيه اعتقد كده منضبطه، عندها مهاره فرديه حلوه جدا. فعلا عندهم كذا لاعب عنده مهاره فرديه كويس قوي، ان محمد ونجم مش هيلحق المباراه، جابها تقريبا وقفت. هم عندهم ونجم، احنا عندنا كتير، احنا عندنا حسام عاشور، عندنا صالح جمعه، عندنا علي معلول. خساره يعني، علي معلول حل ومفتاح حل رهيب، وقف للنادي الاهلي في الجبهه الشمال، لكن ممكن نعوضه على فكره، سهل جدا نعوضه. تمام، اسماعيل حداد واشرف بن شرقي، هما الاثنين هما اللي بيبقوا شغالين، سهل اوقفه. ودي النقطه اللي انا يعني مش عارف، كنت منتظرها انها تحصل في مباراه برج العرب، ومنتظرها انها تحصل في مباراه العوده ان شاء الله. كابتن حسام البدري فاجئنا بيها، اول مره يعملها وعجبتني جدا، مستنيها تحصل في ماتش العوده، وهي ان هو يبدا محمد هاني ويعمل رقابه فرديه على اشرف بن شرقي. يبدا بمحمد هاني؟ يعني انت بترجح البدء محمد هاني كظهير ايمن؟ واحمد فتحي يدخل في العمق الدفاعي في وسط الملعب مع السوليه او مع ربيع، على حسب. طب هيلعب على حسب، هو في دماغه مين بقى يعني؟ هيلعب بمين مساكين؟ ما هو على حسب، ولا ربيعه؟
ما هو هي دي بقى. لو محمد نجيب جاهز هيبدا بمحمد نجيب وسعد سمير جنب بعض ويلعب باحمد فتحي. بفضل المباراه دي هتبقى مجهود بدني كبير جدا، مجهود فردي هتبقى فيصل فيها تمام، مع الضغط الجمهوري ده عايز لعيبه خبره شويه بتعرف تاخد كوره وتستخلصها من بدري من نص الملعب. انا شايف ان ربيعه وفتحي جنب بعض في نص الملعب تبقى افضل كتير جدا، حتى عشان اغطي العمق عندي، عمق الملعب عندي ان انا اغطيه افضل. عمرو السريع مش وحش، عمرو السريع حلو، لكن هيفرق معايا فتحي بخبرته بقوته ان هو يلعب جنب ربيعه في المباراه دي. وناحيه الشمال، ناحيه الشمال هي دي بقى الافكار، هل يلعب بحسين السيد عشان هو جاهز؟ انت شايف ايه؟ حسين السيد تمام؟ بس مش هيبقى له ادوار هجوميه كتير قوي، يعني مش طالب ان هو يزيد. صبري رحيل ممكن يبدا، مش جاهز. هو حسين اقرب، حسين اقرب. حسين اللي لعب قبل كده مباراه الرجاء. صبري رحيل كويس دفاعيا، بطيء مش جاهز. صبري ما هي على حسب، تبدا تقارن وتشوف طبعا التدريبات. احنا ما شفناش ايه اللي بيحصل في التدريبات، ده عنصر بيفرق جدا كمان اكيد. احنا ما نشوفوش، كابتن حسام هو اللي يشوفه، هو لما بيختار بناء على اللي شايفه قدامه بيحصل. حسين سيد اجهز اسرع، صحيح ممكن يكون شويه يعني بينفعل ممكن مع المباراه، احد اللعيبه يستفزه حاجه زي كده، لكن هو حل كويس حسين السيد كمجهود بدني. السيناريو اللي انت حاطه في دماغك للمباراه، السيناريو تخلص ايه؟ انا شايف ان احنا نستناهم فعلا، انا شايف ان ده افضل، بلاش اضغط، استناه واجيبه. طب متوقع ايه كانت المباراه؟ كانت نتيجه المباراه صعب شويه، صعب ممكن 1-1 نخش اشواط اضافيه على حسب. انا شايف على حسب يعني كابتن حسام بدري هيبدا ازاي، بتفرق. انا شايف انها بتفرق جدا. لو لاعب واحد في تشكيله على مكان لاعب تاني تفرق معايا جدا في الحسابات وفي اللي يحصل في المباراه. دي نقطة يعني عبد الله السعيد لما يلعب في المركز هتفرق من تشكيلته، هنعرف هو عايز ايه من التشكيل بالظبط، هو عايز ايه. يعني انا لو انا شايف ان هو لو مثلا يعني بدا بقى حط هاني واحمد فتحي في نص ملعب على جنب، يبقى هو مركز في مركز في منطقه معينه. بالظبط، برافو عليك. تمام. هو لو بدا مثلا بوليد سليمان على الشمال، هو بيفكر في حته ودي قرار بوليد سليمان كباك على الشمال هو ممكن يفكر. انا شايف ان وليد سليمان رجع من اصابه بلاش، ممكن نخسره مجازفه صعبه، مفيش مجازفه جامده بلاش نجازف. ومش بنأمن قوي يعني، انت بتلعب باللي جاهز واللي موجود معاك. انا قدام ازارو واجاييه ووليد تمام كده، هو بيلعب على ان ازارو يضغط على قلبين الدفاع بتوع الوداد، واجاييه طبعا متحرك وعلى الطرف مع وليد سليمان. مؤمن زكريا نفس الكلام، بيبدلوا مع بعض. وجود وليد سليمان اساسي ده معناه ان انت عايز المرتدات بتاعتك تبقى سريعه، لمسه واحده. احنا قلنا وليد سليمان في ريسك عليه، فخلينا نتجنب وليد سليمان على حسب. تمام. عبد الله السعيد ان هو جاهز 100% وبدا، ده معناه ان انا عايز اخد الكوره استنى عليها واحده، هنقل عايز العب كرات طوليه ورا الدفاع على ازارو مثلا، استغلها بسرعته يروح هو والجون، دي اللي تفرق. عبد الله السعيد كويس دفاعيا برده، يقدر يرجع يسند، بيتحرك في مساحات، هي ديت برضه نقطة حلوة. في التلت الأخير بيعرف يفتح مساحة، بيعرف دي بتحس إنها منطقته بتاعته، ممكن تفاجئ على 18 مستني كرة يشوطها، يفتح مساحة على اليمين، مساحة على الشمال، بيعملها حلو جدا جدا جدا. فعلى حسب يعني، أنا شايف إن هو ممكن يبدأ عادي جدا 4-2-3-1، شريف إكرامي، محمد هاني، نجيب، سعد، حسين السيد، في النص فتحي وربيعة. بالنسبة لي أنا هو ممكن يبدأ ب السلية وفتحي، السلية على حسب نجيب جاهز ولا لا. لو جاهز 100% خلاص، لو مش جاهز هيبقى ربيعة مكان نجيب، وفي النص فتحي والسلية، مؤمن على اليمين، أجاي على الشمال، وعبد الله السعيد صانع لعب، وقدام وليد أزار. شوية أنا بالنسبة لي متفائل؟ أه متفائل. المباراة فنيا صعبة، صعبة جدا فنيا تمام. حالة اللاعبين هتفرق في هذه المباراة. بالظبط كده، بالظبط. الاستعداد الذهني للعيبة في المباراة هيريحنا، هيخلص حاجات كتير جدا، عشان شايف كده في لعبة خبرة. أنا ممكن اقتراح، أنا التشكيلة بتاع النادي الأهلي تبقى 3-4-3.
لا انت صعب قوي تغير تشكيل. على فكره حصلت في ماتش النجم الساحلي صعب تغير طريقه لعب. حصلت هي بالتحركات. مش شرط ان انا 3 4 3 صريحه بالتحركات. تمام. يعني في المباراه بتاعه النجم الساحلي ولا الكابتن حسام حسب ما هو محتاج، حسب بدايه المباراه، حسب بالظبط هو السيناريو اللي بناه ايه والعناصر اللي معاه المتاحه ايه اللي هو شغال عليه. انا شايف ان محمد هاني ممكن يبقى ثالث ورا مع نجيب وسعد زي مباراه النجم الساحلي بالظبط في الحاله الدفاعيه. هو متحرك مع اشرف بن شرقي لو احتجنا ان هو قوه اشرف بن شرقي ان هو بيتحرك بره ال 18 ويسند على اللعيبه اللي جايه من بره، وبعد كده من بره هي دي اللي عملها في الهدف الاولاني بتاعهم. اتحرك بره بدا من ورا سعد سمير ونط حط الكره الجول. هو عايز يتحرك في يعني المساحه. انت قلت لي اقتراحات كتير يعني خلينا نشوف المباراه ان شاء الله يوم السبت، وانا اشوف بقى انت كلامك ده هل هو هينطبق على فريق الاهلي ان شاء الله. لكن كانت تجربه حلوه معاك. بصراحه وانا اتبسطت جدا انا اكتر والله بكلامك وتحليلك، وان شاء الله تيجي معانا قريب كمان. وان شاء الله يا جماعه يعني هو الدنيا مفتوحه لاي حد شاب عنده طموح كده، يعني عنده ثقافه كرويه، عنده ثقافه كمان في تعليمه كمان، حاجه جميله كده. مثال رائع هاني، مثال رائع للشباب المجتهد اللي بيحاول يكون ليه دور في الكوره زي ما كان ليه دور في كليه الهندسه. انت نورتني وشرفتني وان شاء الله هنلتقي قريبا. انا مبسوط ان انا اول ذريه يبقى في بيتي في النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى مش اخر مره. نورت وشرفت ان شاء الله. نورت وشرفت. نورك. يعني دي كانت اولى فقراتنا معاكم النهارده. هنطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير، نجم مصر والنادي الاهلي، الكابتن ياسر ريان. واستنونا.